هو كلامه كويس ماشي، هو فعلا حالات الفراكشر بتاع الاولد ايج
اللي هي الهيب هيب فراكشر سواء كانت في الكانتريك او نيك فيمر في الالدرلي بيشنت تعتبر امرجنسي بس نوت ارجنت. لازم نعرف في فرق بين تو تيرمز اللي هو الارجنت والامرجنت. ايه الفرق بين الكلمتين؟ ماشي. الامرجنسي اتس ا فيري نيسيسري بس نوت important to be managed immediately. ممكن أأكل شوية لكن لازم يتعمل مستحب يتعمل بسرعة مستحب. لكن الأجل لازم يتعمل بسرعة للغاية هيبقى في خطورة على حياة العالم أو خطورة على الهند. في حاجتين limb threatening و life threatening ده الأجل. أما الإمرجنسي إمرجنسي لكن مش لازم تعمل دلوقتي ممكن تأجله كم ساعة يوم اثنين مش مشكلة لكن it's emergency but not urgent. يبقى عين عنده نيك فيمر زي ما بتقول ده ونيك فيمر في الالتالي بيش عن 70 سنة ماشي. بس العين ده اول متوقعي لازم يكون عنده حاجة سكيب الحرف هايبرتنشن تشيست انفكشن يورينري تراكت انفكشن. اذا ما فيش داعي ان انا اخده دلوقتي بسرعة اعمل له عملية عشان اعمل له رجله لكن مستحب يتعمل. لو انا ما لقيتش حد جاهز يعمل عمليات اعمله في اول يوم احسن. ماشي. لكن ما فيش الكلام ده وفي ريسك انت لو دخلت خططت وعملت له عمليات ممكن يتعرض لمشاكل ثانيه مش قادر. لكن لو العيان الالتيرنتي بيشن ده الالتيرنتي بيشن ده معاه فراكشر فيمر مثلا ومعاه الفيمر الارضي مقطوع ها تحكي له بقى عشان تصلع سنه وبتاع هيخش في سكيب ده ارجنت. ارجنت فيها تبين امرجنس والارجنت. لكن هو تركنتك او ليك فيما لوحده ما فيش في حاجه غير الشيست والمشاكل الميديكال بروبلمز دي ده امرجنت بس نوت ارجنت. الحاله دي انا لو ما عالجتوش واهملت في علاج المشاكل دي وقعد فتره في السرير هيحصل له كومبليكيشن من اللونج فيت ريبن فيت سور شيست انفكشن اكتر بالدهر اكتر. فعشان كده ده emergent لكن نوت urgent. عرفنا الفرق بين الترمين؟ طيب ايه تاني emergency في الهارت والسبيريت؟ سيركوليشن ديسلوكيشن فيري نايس. ديسلوكيشن از فيري urgent. ليه؟ عشان انه بس كان انجري اللي حواليه. طيب ايه تاني؟ ليه لما تشوف عيال الاستقبال طوال مخلوع يعني كوع كتفه شولدر بيب مخلوع تيجي بسرعه عليه تعمل له حاجه ليه؟ هتسيبه يومين ثلاثه كده ويمشي على براحته ويمشي براحته ها؟ ايه؟ ماشي؟ ممكن يبقى ستيف لو العين ما تبقاش موبايلايز كده. لا هو دلوقتي البسيط لاي جوينت لما يطلق بيبقى في انجري من حوالين النيورو باسكوال فورم. تمام. اي مثال اي مفصل في دماغك اختار مفصل شولدر شولدر ايه اللي ماشي تحت الجوينت والانرجيز؟ ريكر بيكسوس ريكر اوبتري هذا مثال اجيولر اوبتري ماشي. مجرد ان هو يتخلع ممكن الهيد كومبريشن على النيرو باسكولار بامب دي فاللونج ستاند كومبريشن بيعمل ايه؟ تمام. الكومنست نيرف اللي ممكن يتعمل له انجري من الديسلوكيشن بتاع الشوكر الاكسيلر نيرف. الاكسيلر نيرف ده ورا بيعمل ورا كده بيختار انجل معين اللي هو كوادرانجل سبيس وبيلف حوالين السيرجيكال نيكو كاليوبرس تحت الدلتويد وبعدين بيتعمل له يحصل له برانشنج واحد سوبر واحد جديد ويبقى سنسيشن على اللور هاف اوف ذا دلتويد ماشي. بيبقى الكورس بتاعه شورت طويل ولازق على عظمه السيرجيكال نيف فلما العظمه تتخلع خلع جامده كده تشد عليه تعمل تراكشن انجري في الغالب ما بيحصلش هيلينج حتى لو حصل
يعني براكسيا بسيطة ما بيحصلش فيه، يعني شورت كورس بيبقى ده مهم جدا، لان الاجزاء الامامية بتغذي عضلة مهمة جدا هي الديلتويد اللي هي المسؤولة عن رفع الشبرا. فلو انت تقدر تمد له بسرعة الخلايا ده عشان تقلل الانجل ده يبقى احسن طبعا، يبقى عشان الماسك اوف بارت. عشان ايه تاني؟
زود هيحصل الناس هتموت. ده نفس الكلام. لكن لو حتى واسعه كده والكراسي فاضيه والناس قاعده مرتاحه وعايز واحد يقعد يعمل ورق هناك في الكرسي هناك مش مشكله. ماشي الزود الثاني يرجع لورا. فاخدين راحتنا. ده اللي بيحصل. فلما بيرتفع التنشن او الكومبريشن يحصل كومبليكيشن. ده مسميات كومبليكيشن. تمام؟ ناخد مثال زي الانتيريور كومبارتمنت بتاع الرجل. في كومبارتمنت الرجل موجود في سيبتوم اللي هو الفاشيا ودي فاشيا معاها وبعدين ماسكه موجود فده الكومبارتمنت فيها جوا عضلات الجهاز الانتيريور والسنسور كاليسوس والسنسور دشفورا كل ده موجود مع الانتيريور سنجل ارتري مع الدي كورونال نيرف. ماشي طيب لو فرقت الانتيريور هو زيت او في كومبريشن من بره مش لازم يكون التنشن جوه يزيد بسبب حاجه جوه ممكن من بره. فانت خد بالك من الحكايه دي وتشوف العيان وتشوف العيان بيشتكي من الحته دي ولا لا. يقول لك تساله ايش عم تقول لك تحت ضيق الباب ضيق. ما تاخدش الكومبلين ده لايتنج وتمشي تسيبه. ليه؟ لان ممكن تسيبه بعدها بيومين زي ما حصل عندنا يحصل كومبارتمنت سندروم. ده العيان دروب فوت مش قادر يحرك رجله لفوق حصل له كلام سيركوليشن مش في القصر. لازم تبقى فين؟ كومبارتمنت ما تدورش على السيركوليشن لان السيركوليشن انتهت. المشكله في البيرفيوجن تيشو بيرفيوجن مفيش ربط او اكسجين رايح للمسلز للسوفت تيشو فبيحصل لها ريكروز. تفتح بقى كومبارتمنت كده تشوف العضله تلاقي العضلات كلها ميتة ما عادش فيها سيركوليشن. ليه؟ مفيش بيرفيوجن جوه العضله ما بياخدش العضله كفايتها من الاكسجين تموت تتحول لفايبرس تيشو. هو ده الكومبارتمنت سندروم. لما يحصل فايبرس تيشو جوه الكومبارتمنت يحصل كونتراكشن ستريتش. فايبرس ده بيعمل ستريتش يقوم يخش الديفورمت. ده ايه ده عامله كده؟ قفل صلاه ما يقدرش. تعمل كده فريكشن بتتفرق. تعمل اكسشن ريست عامله كده. ليه؟ لان المسلز بقت شورت. فالدوس نفس الكلام رجله بتاع عامله كده. يعني يقفل صلاه ما يقدرش. يعمل فلو من كده. هو ده كومبارتمنت سندروم. عشان ما يحصلش الديفورمت دي لازم تشخصه بدري. في جه في الاستقبال وعنده كومبارتمنت وانت ما شخصتوش. يبقى ده ماشي عدى حصل له ديفورمت. تمام؟ تمام؟ تشخص ازاي؟ انا لسه هقول اهو تشخص ازاي؟ طيب يبقى كومبارتمنت سندروم زياده في التنشن جوه كومبارتمنت مقفول جواه مصر هناك وفي التنشن ده يزيد بسبب يا اما زياده في الكونتنت من سايد ماشي يا اما كومبريشن من بره مظبوط؟ طريق بنتج طريق قاصد ده فيري كريتيكال. اول ما تشوف طفل يبقى اضعف كده من الجبس ما تسيبوش تيجي بسرعه تشقه بسرعه خد الجبس على السرعه. مش بس كده بص عليه هو حرك صبع شوف السنسيشن يعني في نيرف معدي بيتأثر مفيش فكره فيوشن ده بيعمل نمبلس وتنجلنج مش السنسيشن بتاعه. لكن السيركوليشن تلاقيه محافظ مش فاهم حاجه يقول لك اطمن على السيركوليشن اوعى تسعى على السيركوليشن ده حاجتين مهمين جدا الباسيف موفمنت او الاكتف موفمنت باسيف واكتف والسنسيشن. يبقى نيجي السؤال اللي قاله الاخ دلوقتي تشخصه ازاي؟ في حاجات كلينيكال وفي حاجات اكسبيرمنتال يعني انسترومنتال الات عشان تعرف لكم برضه ولا لا. طبعا كلينيكال طيب كومبارتمنت تنشن يحطوا ده كده على الكومبارتمنت زي حجر ما هوش فيه سوفتنس موجوده العاديه في الاستشفى سويلنج ولايت وتنشن تك عليه عامل زي الحجر بالظبط ومؤلم تك عليه عين صلب وتنشن جوه. تمام؟ الحاجه الثانيه تشوف ديستل تشوف السنسيشن سيركوليشن تلاقي العيال في شويه ناقص وتنجل تلاقي البلس موجود لكن البرفيوجن بتاع التيشو قليل. شوف الكابيلاري سيركوليشن مش قد كده لكن ممكن تحس البلس. تعمل له بقى ستريتشن للايه؟ للماسلز دي. تمام؟ لو العيان عنده كومبارتمنت في الليج ماشي؟
وانت عايز تعمل سكريتشنج للماسلز اللي موجوده في الكومبارتمنت ده عشان تعرف ايه كومبارتمنت سندروم ولا لا. انت بتعمل باسل ستريتشنج من في التوز، تاخد التوز كده دورس فليكشن، اول ما يصوت يبقى في حاجه عندك. طبيعي لو شخص عادي حتى لو عنده كسر ومسكت صوابع وحركتها لفوق وبره بالراحه كده مش هيحس بحاجه. لكن لو عنده كومبارتمنت والعضلات تايت ومش قادر تتحرك بسهوله جوه الكومبارتمنت، تاخد العضله التوز كده تحركها لفوق او لتحت وعنده الم، يبقى في حاجه هنا في الكومبارتمنت مع السنسيشن مع التايتنس اوف ذا كومبارتمنت. شفرت تعمل له بقى ايه؟ الانسترومنتال، في جهاز قسطره كده بتدخلها جوه الكومبارتمنت يقيس التنشن. قلت رايح الراجل بتاع الكابتش بيقول له مشيك على العجل يعمل ايه؟ معاه بتاع كده مدوره، يقوم حضرتك بيشوف الدكتور قد ايه؟ لو لا هو بيزود صح؟ نفس الفكره، يقوم حاطط ابره جوه الكومبارتمنت والابره دي موصله الكانولا والكانولا دي موصله الجهاز، ساعات منه حاجات سترايكر شركه سترايكر عاملاه الكترونيك ديجيتال بابره طويله كده وداخلها جوه الكومبارتمنت ويفتح الجهاز ويستلم الجهاز ويعمل لك ايه؟ الديجيتال ضغط كذا. لو الضغط انتر كومبارتمنت زاد عن 30 ملي ووتر في الحاله دي تبقى في ماشي؟ في ناس بتقول من 15 ل 30 ده كويشنر. حطوا اندر ستريكت اوبزرفيشن. اكتر من 30 لازم ده يتفتح. وبتعمل حاجه اسمها في الشورت. ايه؟ يحصل ايه؟ احنا قلنا يا اما حاجه زياده في الكونتاكت يا اما كومبريشن من بره. يا اما انترنال يا اما اكسترنال. اكسترنال من بره ده واضح جاي لك بجبس دايركت طويل. وبعدين تفحص العيال بقى تشوف فيه كومبارتمنت ولا لا، محتاج فاشل ولا مش محتاج. حاجه من جوه ازاي؟ اللي جوه بقى واحد بيلعب كوره وراح داخل بريكو في فخده او داخل بريكو من بره في عضله من بره، يحصل ايه؟ يحصل الكلام ده؟ واحد دخل في رجله بالرجل المتالية شاط رجله من ورا، شاط السمانة دي أو شاط رجله من ورا، يحصل إيه؟ جمش صح؟ تبدأ جمش جوه الكومبارتمنت المصري بتنقطع وتنزل. لما تنزل جوه كومبارتمنت مقفول يحصل إيه؟ التنشن يزيد. لما التنشن يزيد عن الليفل بتاع الدايستوليك بلاد بريشر مش السيستوليك، الدايستوليك بلاد بريشر التنشن يبدا يزيد 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 لحد ما يوصل اعلى من الدايستوليك. ايه اللي اتقفل الاول؟ فينس. يبقى مفيش التر قطر شغال لحد في الكابيلرز وبعدين هو راجع مقفول. يقوم يحصل ايه؟ يحصل اكسيديشن يزود الدم اكتر. دي بقى تعمل ايه؟ يزود التنشن اكتر جوه الكومبارتمنت. يقوم يعمل مور كومبريشن. يقوم يعمل ايه بعد كده؟ يحصل استكنيشن. الارتر يزخ يلاقي فيه ريزيستنت زي اللي في الهارت والكونجيشن بتاع اللنج، يحصل فيه ريزيستنت ما يبقاش فيه برفيوجن، وما عادش دم رايح للعضله، العضله ما تاخدش الاكسجين الكفايه تموت، يحصل لها نكروز. بخش في القصه دي لما التنشن يزيد قوي 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 بقى جوه والامراض ما بتحصل بيعمل كومبريشن اعلى من السيستول، فنادر بتاع الكومبريشن بيوصل من 30 يوصل ل 120 بتاع صعب 130 صح ما بيحصلش كده ماشي. فالكومبارتمنت از فيري ايشو فيري ايمرجنسي مهم والا هتفقد الجهد. شوف بس لما يكون معاك قوه في يده او واحد مضغوط بس محتاج نشوف فين في الوقت لا يعني ممكن تشوف فيها ليها حصل دلوقتي عيان بيشتكي من سبيل بيل ماشي بيل في الليج او الليم في حته معينه عن يعني ايه؟ ما تقدرش تقول ها؟ اكس بين قرارات اكس بين بايز ديجري اوف تروما واحد مكسور يا سلام في فراكشن تيبيا شوف الاشعه فراكشن فيشر كده مش متبهدل خالص بيصدر الم يقول لك في الم مش كده هي ما تاخدوش وقت ده كوبليه راح عامل جبس ضيق جدا بيصوت بيشد في شعره من الالم مش عارف ينام من الالم ما تاخدش الموضوع لايت تبص عليه تلاقي صعاب اهو قد
بيوصل كل واحد عامل زي الجزرايه ها ومنفوخ كده من الجبس دحين قول ارفع ايدك وحرك ايدك شوف شيل التنشن ده شيل الكومبريشن ده بص على العيان اللي هو بيشتكي من رجله وعنده كسر تلاقي الكومبارتمنت تايت تنس تنس تحرك صعب يصوت شوف السنسيشن يقول لك مش حاسس قوي نقص سيبه تمشي تقول له خد العلاج دوت انت قدمت وسبتها شايف الاستقبال حتى لو نايم عايز كده تدخل ويبس واحد شايف ان ده في فوق برضه لو اول ما يسمع ما هيجي بسرعه عشان تقول يعني مشكلة ماشي طيب احنا قلنا الماجنس الاولاني اوبن فلاش فلاشرز مع هيكل في قاعده بتقول ان اي بوند قريب من الركبة أو قريب من جوينت should be considered open until proved otherwise. يعني عملت أشعة لقيت عيل عنده فراكشر في الفيمورال كوندايل وبعدين المعالج بيقول لك في جرح ميديا الأسبكت أو أكثر الأسبكت في أبريشنز كده وفي بين بوينت بتجيب دم خلاص يبقى ده أوبن لحد ما يتفتح لكن إزاي تفتح وتشوف أنت واصل لجوه ولا لا هل ده هي مستحق تعمله بسرعة؟ ليش؟ تعمله ايه؟ تعمله دو برايفت. وريت الجرح نضيف وحلو ممكن تثبت الكسر بسرعة. وانت بتعمل دو برايفت هتعرف اذا كان الجرح ده اوبن ولا كلوز. واصل للفراكشر. يبقى القاعدة بتقول ان الاوبن فراكشر ان يكون فيه موت سكين موت والموت ده عامل كوميونيكيشن ما بين الفراكشر هيماتوما والاكستنت. يعني واحد عنده فراكشر تيبيا وجرح هنا مش واصلين لبعض مبقاش عليه اوبن تمام يبقى لازم يكون الجرح متصرف فيه اوسع من الكسر في نوعين من الكسر ده من الاوبن ده مظبوط في نوعين اساسيين منه اللي هما فراكشر فروم ويزن فروم ويزن او فروم ويزن صح تمام واحد بيجري راح وقع على ايده وراح للعضله المكسوره وبعدين اتعوجت والعظمه راح تخرب العظمه وخرب الجلد طبعا ده اوبن بس فروم ويزن يعني العضله العظمه هي اللي خربت الايه؟ التنسيجه كلها فواحد من غزل واحد وراح ضربه بشومه او سكينه سطور في رجله او في ايده فدي قطعت الهدوم قطعت السكين وكسرت العظم. ده فروم وزن. الفروم وزن ده دايما بيبقى حلو. الا اذا العيان وقع في مكان سيء، يعني ارض سيئه، درس كتيره، مصرف مثلا مش عارف منين، وقع في المكان ده بيبقى حلو ماشي؟ حتى لو كان بين بوينت بس وقع في مكان كونتامينيتد والعظمه بتربط مكان يكون دخله جوه. ماشي؟ الفروم وزن ده سيء. ليه؟ لأن الترومتايزنج ايجنت لما يخش يكسر العظمة بيدخل حاجات معاه. لو واحد ضرب واحد رصاصة طلقة الرصاصة تاخد حتة من الهدوم وتخش جوه وتعدي من الناحية التانية. صح؟ وده قفش ليه؟ لأنه بيسيب جوه فوق البودي يخليها أرجع للإنفكشن. في تقسيمة تانية غير الكروموزيم كروموزال اللي هو تقسيمة الجريز بقى. راح الكاستيرو الكاستيرو عند الأنجلوس ده عامل كلاسيفيكيشن أوبن فراكشر. هل واحد يكون بين بوينت فراكشر زي ما يكون واحد داس عليه قطر؟ ما ينفعش طبعا. ده كريت ده كريت. تمام؟ واحد عنده الكاستيرو كده سيمبل وحلو كده ومغطي ومشغل بين بوينت منه زي ما يكون عنده عمر متفشخ خالص والعضلات كلها مهدله والسكين مفتوح من اول لاخر رجله والتعبيط في الشارع كده.